طبعا هنلاحظ هنا بقى ان الديستريبيوشن بتاع الداتا اصبح ايه، نورمال اهو، اليمين بتاعها زي الايه الشمال، تمام. بعد كده الاوبزرفيشن، تمام. هو بقى هنا هيبدأ يسألك، طبعا هيعمل ديسبلاي برضو للداتا، ترن البلوك ده، فهتعمل ديسبلاي لللوج سامبلز، للسامبلز اللي احنا كنا مختارينها قبل كده اهي. هتشوف شكل الداتا بعد ما حصل لها سكيلنج، ايه اللي حصل لها، بقت قيم الارقام شبه شكلها ايه. يعني طبعا هتبص الارقام اللي انت كنت واخد السامبلز اللي فوق، وتبص للسامبلز دي تشوف ايه اللي حصل، يعني ايه التغير اللي حصل، تمام. implementing outlier detection، يبقى احنا عملنا سكيلنج اول حاجه، بعد كده هنعمل الاوتلاير ديتكشن. الاوتلاير ديتكشن ده بتعمل له ازاي؟ بيقول لك ان القاعده غالبا، طبعا هو جوه اللينك الازرق ده بيشرح لك موضوع الكوارتايل او الاي كيو ار اللي هو انتر كوارتايل رينج ده. بيقول لك ان الداتا لو اي قيمه فيها في فيتشر معين اكبر من واحد ونص، اكبر من واحد ونص من الاي كيو ار ده او الانتر كوارتايل رينج ده، يبقى ده بعتبره اوتلاير. بعتبره اوتلاير ده اللي هو النشوز، يعني انا بعتبر ان القيمه دي قيمه ناشزه عن الطبيعي، في حاله ان هو القيمه بتاعه الداتا دي في الفيتشر دون عباره عن اكتر من واحد ونص الاي كيو ار. طيب تعال نبص على اللينك بتاع الاي كيو ار ده برضو، نشوف بيقول ايه. هنا طبعا هو بيشرح على الاكسل وبتاع، سيبنا منه، لكن هو هيشرح الاي كيو ار. هو ايه الاي كيو ار ده، انا بعمل ايه؟ اول حاجه انا بقسم الداتا ل 3 كوارتايل، او اللي هو ده اللي هو 25% قيمه عندها، ال 25% من الداتا بتقسم، يعني في 25% داتا تحت الفيرست كوارتايل، وفي الثيرد كوارتايل ده اللي هو في 25% من الداتا اكبر منه، تمام، والسكند كوارتايل اللي هو بيبقى في النص اللي هو 50%، تمام. الاي كيو ار عباره عن ايه؟ الاي كيو ار عباره عن المسافه ما بين الفيرست كوارتايل والثيرد كوارتايل، خلاص، هي دي الايه الاي كيو ار. طيب الاوتلاير عباره عن ايه؟ عباره عن واحد ونص الاي كيو ار اللي هو الخطين الحمر دول، تمام. يبقى اي حاجه قيمتها فوق يعني اقل من الخطين الحمر دول، يبقى انا في الحاله دي بعتبر ان الخانتين دول او القيمه دي قيمه ناشزه، وبالتالي ببدا اشيلها. طب القيمه الناشزه دي بتجيلي منين؟ بتجيلي يا اما في خطا في الداتا، يعني في خطا اثناء تجميع الداتا حصل فجالي اوتلاير، يا اما في تاجر، يعني حالته، او مثلا في الحلقه هنا بنتكلم عن تاجر ضخم جدا، يعني حاجه مثلا بتتكلم واحد زي كارفور مثلا بيشتري من الراجل ده، فده راجل يعني كارفور ده سبيشال كيس، يعني في كام واحد زيه؟ مش كتير، فبالتالي دخوله معايا ده ما يعتبرش، ما ينفعش ادخله في سيجمنت مع اي حد، يعني ده هو سيجمنت لوحده، فبالتالي واحد زي ده برضه ده سبيشال كيس، يعني فالسبيشال كيس انا مش عايزها معايا هنا، هتبوظ لي الدنيا، تمام. هيخلي شكل السيجمنت تنحرف، او هيخلي الدنيا مش مظبوطه، تمام. فعشان كده انا ببدا اشيل ايه الاوتلايرز. طبعا انت لو دخلت الجزء النظر بتاع كيتي او سبيستيان هتلاقي الشرح بتاعهم في موضوع الاوتلاير ده واضح جدا. هتلاقي مثلا ان هم كانوا بيتكلموا عن انرون بروبلم، وهتلاقيهم بيقول لك الاوتلاير واحد زي الراجل اللي هو النصاب الكبير اللي هو اكبر راس في الشركه ده، كان المرتب والمكافآت اللي بياخدها رقم كبير جدا بالنسبه لبقيه الموظفين، فده الراجل ده يعتبر اوتلاير. طب هل الاوتلاير ده انا بعمل معاه ايه؟ طيب هل ينفع، هل لازم اشيله وخلاص ولا ايه؟ طبعا الموضوع كيس باي كيس بقى، يعني لو انا ببص لحاله، في حاله الانرون دي مثلا ما كناش مش هنشيله، مش هينفع نشيله، لان هو ده اصلا الراجل اللي الموضوع بيجري حواليه، هو ده اصلا اكبر نصاب، يعني وانا بدور على النصابين في الداتا،
فلو جيت شلت اكبر نصاب فيهم يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا بوظت الدنيا. لكن مثلا هنا انا عايز اعمل سيجمنتيشن للداتا، فالاوتلاير واحد بياع زي كارفور، هل انا هقدر اقيس عليه بياعين تانيين، في بياعين تانيين زيه؟ لا طبعا، ده واحد ما بيتكررش كتير، واحد راجل عنده سلسله من الهايبر ماركتس، فده مش موجود كتير، فبالتالي ما اقدرش ادخله في السيجمنتس بتاعت في سيجمنتس بتاعت الداتا التانيه. طيب تعال نشوف البروجكت بقى، هنستعمل بنحسب ازاي الاي كيو ار والكلام ده. الموضوع سهل خالص، يعني انت هتستعمل الفانكشن ان بي دوت برسنتايل، دي بتحسب لك الكوارتايل. بتدخل ان بي، يعني هي ببساطه ان بي دوت برسنتايل، وتفتح قوس ليها، تاخد اتنين اتريبيوت، الاولاني الداتا بتاعتك، والتاني النسبه اللي انت عايز تجيبها من الداتا، انت عايز ايه النسبه اللي انت عايزها من الداتا. تمام، طبعا احنا مثلا في المره الاولانيه عايزين 25، فتقوم بتدخل الاتريبيوت التاني 25. في المره التانيه الكيو 3 دي انت عايز كام في الميه؟ عايز 75%، فتقوم مدخل كيو 3، دخل اسف 75. تمام، بعد كده في التالته دي اللي هو assign the calculation of an outlier step، الستيب بتاعت الاوتلاير دي اللي هي الايه، اللي هي الاي كيو ار يعني. تمام، اللي هو الكيو 3 ناقص الكيو 1 عشان تجيب الرينج اللي بينهم يعني. تمام، كيو 3 ناقص الكيو 1 اهو، بيقول لك يوز ذا انتر كوارتايل رينج تو كالكوليت اوتلاير ستيب، اللي هي عباره عن 1.5 تايم انتر كوارتايل رينج، هتحسب الانتر كوارتايل، انتر كوارتايل مش مهم بقى، انتر كوارتايل رينج، وبعدين هتضربها في 1.5. تمام خلاص، هو هنا بقى هيعمل برنت للفيتشرز اللي هي بره، اللي هي اسف اللي هي يعني فيها اوتلاير. تمام، بره الرينج ده يعني. طيب في جزء اوبشنال ده بقى، طبعا هو مش اوبشنال ولا حاجه، هو بيهرج يعني، في هو كاتب اوبشنال، بيقول لك select the indices for data points you wish to remove. انت بقى اختار، طبعا ما هو بعد ما يطبع هيطبع لك مجموعة من الجداول، تعال نشوف شكلها اهو، مجموعة من الجداول، المجموعة من الجداول دي بتقول لك data points considered outlier for the feature fresh، يعني الفيتشر فريش دول كده بره الرينج اللي هو بره 1.5 الاي كيو ار. تمام، طيب الانديسيز بتاعتهم ايه؟ اهو 65 66 81 95 96 وهكذا. طيب الفيتشر اللي بعده ميلك، نفس الكلام اهو، الفيتشر اللي بعده جروسري نفس الكلام، الفيتشر اللي بعده فروزن نفس الكلام، وهكذا كل الفيتشر والاوتلايرز اللي فيه بالنسبه له يعني، بالانديسيز بتاعتهم طبعا. تمام، طيب هو بيقول لك شوف بعد ما طبع لك هو الجدول ده، شوف هل انت عايز في منهم عايز تشيلهم، لو انت عايز تشيلهم هتحط الانديسيز بتاعهم فين؟ جوه القوس ده. تمام، جوه القوس بتاع اوتلايرز ده كده انت تحط الانديسيز بتاعتهم هنا. ممكن تعمل الموضوع ده يدوي بايدك، يعني تكتب الانديسيز دي بايدك، تقعد تبص على الجداول كده وتنقي انديسيز معينه وتحطها هنا بايدك، تكتبها هنا بايدك، او ان انت تدور على تعمل، او انت تعمل تكتب كود يعمل الموضوع ده. طيب بناء على ايه برضو قلنا؟ هل هنشيل اي حاجه تطلع لي في وسط الاوتلايرز دول كده خلاص انا هشيلها وخلاص؟ طبعا ما ينفعش يعني. هتلاقي بص السؤال هو بعد كده يعني مفسر، بيقول لك are there any data points consider outlier for more than one feature. ها خلي بالك ده بيغششك يعني، بيقول لك هل في داتا بوينت يعني هي عباره عن اوتلاير في اكتر من فيتشر واحد، هتلاقي متكرره يعني بين جدولين من دول على الاقل، او ثلاثه او اربعه. based on the definition above، يعني بناء على يعني بناء على التعريف اللي قاله قبل كده، يعني هتلاقيها موجوده جوه الجدول هنا، مع التعريف اللي قاله ده هم القيم اللي جوه الجدول. فهل في اكتر من داتا بوينت متكرره هنا، متكرره في اكتر من جدولين، او في جدولين في اكثر يعني؟ طبعا لو براحتك عايز تبص عليها يدوي ماشي، عايز تعمل الكود يدور على الموضوع ده ماشي، فهتجاوب له انت، هتقول له بقى اه او لا او وايه هم. طبعا should these data points be removed، هل المفروض الداتا دي تشال، هل المفروض ان انا اشيلهم ولا مش المفروض اشيلهم؟
طبعا انت ممكن تشيل دول بس، ممكن تشيل كل الاوتلايرز من بابه خالص براحتك يعني، تبقى لوجهة نظرك برضو. If any data points were added to the outliers list to be removed, explain why. لو انت اضفت، لو انت اخترت ان انت هتشيل data points، تمام، ايه هما وليه، اشرح ليه، ليه انت قررت تشيل دول. تمام. Hint: if you have data points that are outliers in multiple categories، لو عندك outlier متكرر في اكتر من category، think about why that may be and if they weren't removal، ليه ممكن اشيلهم او لا يعني. Also note how key means is affected by outliers، لو انت ما قررتش تشيلهم ايه اللي هيحصل للكي مينز، لو جيت او الكلاسترنج الجوريزم يعني اللي انت تستعمله، ايه اللي هيحصل له لو انت ما شلتش الاوتلايرز دول. whether or not the place of factor in the analysis whether or not remove them، في جميع يعني في الحالتين انت شلته او ما شلتوش هيتاثر الكي مينز ازاي. تمام. طيب يبقى احنا عملنا خطوتين في البري بروسيسنج، السكيلينج، وبعدين الريموفينج اوتلايرز، بعدين فضل لنا الخطوة الثالثة اللي هي فيتشر ترانسفورميشن او دايمنشنال ريدكشن. طبعا طبقا للشرح اللي اتقال في الكورس، فهتلاقي في البي سي اي طبعا هي اللي ركزوا معاها، في حاجات تانية يعني القوا نظر عليها لكن كان التركيز مع البي سي اي هو طبعا اكتر حاجة مستخدمة. ايه هو البي سي اي يا جماعة؟ اللي هو برنسبل كومبوننت اناليسيس، برنسبل كومبوننت اللي هو تحليل المركبات الاولية. ايه تحليل المركبات الاولية؟ الناس لو فاكرة في ثانوية عامة زمان كنا بناخد ان انا لما عندي فورس شكلها كده في الفراغ كده بين الاكس والواي، فانا كنت بحللها الاف الى اف اكس واف واي، اف اكس بتساوي اف كوساين سيتا والاف واي بتساوي اف ساين سيتا، تمام، فبيطلع لي مركبتين لكل للفورس دي. هو البي سي اي ده بالظبط حاجه شبه كده، طبعا ده طبعا ده بسيط مخل يعني، لكن هو حاجه قريبه من دي، ان انا باجي اشوف كل بوينت، كل داتا بوينت، وباجي احاول احللها الى كذا كومبوننت، تمام. وبعدين ببدا اعمل الكومبوننت دي حاجه زي ترانزيشن يعني، بحركهم بحيث ان اجمعهم في نقطه، بحيث ان انا اجمع كل الداتا بوينتس اللي عندي في عدد معين من الدايمنشنز الرئيسيه. طبعا انت زي ما شفت كده هنا، انا لما حللت، لما بعمل تحليل للفورس بحللها ليه؟ للدايمنشنز، مش يعني مش بحللها البرنسبل كومبوننت دي عباره عن دايمنشنز اكس وواي، يعني حولتها لاكس وواي فهم تحولوا الى دايمنشنز، تمام، بقى عندي دايمنشنز جديده، تمام، بقى عندي دايمنشنز جديده بشتغل عليها. فالبي سي اي طبعا انت هو هنا بيقول لك هتستعمله عن طريق السكيلرن، ها كاتب لك هنا الدنيا هتجيبه ازاي. ممكن تعمل سيرش في السكيلرن ده لو انت ما كنتش دخلت الكورس يعني وذاكرت، وهتشوف هتعمل السكيلرن وهتشوف بتستعمله ازاي في الدوكيومنتيشن بتاع السكيلر. والبي سي اي بعد كده هتطبق الموضوع ده على اللوج سامبلز، تمام، طبق الموضوع ده على، هو اول حاجه ابلاي بي سي اي باي فيتنج ذا جود داتا، هتطبقه على ايه؟ على الجود داتا with the same number of dimensions as features، تمام. وبعد كده transform log samples using the PCA fit above، بعدين اللي هتعمل اللي عملت له fit ده هتستعمله على ال samples PCA samples او log samples، اسف log samples، تمام، وهتعمل له assignment في ال PCA samples ده، خلاص. بعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل visualization لل data. هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا حاجة زي كده اهو. ايه ده بقى؟ ايه المنظر اللطيف ده؟ هو لما يجي يعمل ال سوري الكود ظهر هنا، لما يجي يرسم الداتا ظهر لك، بص الكود ده ظهر لك ايه؟ ظهر لك ان هو حلل الست فيتشرز اللي كانوا على عندنا الى ستة دايمنشنز، دايمنشن ما تلاقي تحت في الافق اهو، دايمنشن 1 2 3 4 5 6، تمام. طيب ايه الجراف ده بيقول ايه؟ الجراف ده هتلاقيه يا سيدي، هتلاقيه في دايمنشن 1 هتلاقي في ثلاثة فيتشرز من الفيتشرز الرئيسية اللي كانت عندنا، هتلاقي البار بتاعها كبير. خد بالك الفيتشر الجراف ده هتلاقيه مختلف شوية يعني، من ممكن انت غيرك وهكذا يعني، حسب هو واقف على الراندوم ستيت وحاجات كده يعني.
فممكن تلاقيه مختلف. مبدئيا البوزيتيف والنيجاتيف هنا ما هوش فارق، يعني انت لو دخلت الفورم وقريت شوية في الموضوع ده هتلاقي ان موضوع البوزيتيف والنيجاتيف هنا ما هوش فارق. المهم كل فيتشر عندي من الفيتشرز القديمة ممثل جوه الدايمنشن بقد ايه. يعني هتبص هتلاقي ان الفيتشر رقم الدايمنشن رقم واحد ممثل جواه ثلاثة فيتشرز بوضوح جدا، اللي هم الاصفر والبنفسجي والازرق، دول اللي هو الميلك والجروسري والديترجنت بيبر، ده موضحين جدا واضح جدا ان هم ممثلين جوه الدايمنشن ده كويس. يبقى انا عملت اختزال للثلاثة فيتشر جوه الدايمنشن ده، تمام. يبقى الدايمنشن الاولاني خد الثلاثة فيتشر دول. لو بصيت للدايمنشن التاني دايمنشن 2 هتلاقي الثلاثة فيتشر التانيين اختزلوا جواه برضو، اللي هو الاحمر والرمادي والاخضر اللي هم الفريش والفروزن وال ديليتسين ان كان. المهم الثلاثة فيتشر التانيين، الثلاثة فيتشرز التانيين دول اختزلوا جوه الدايمنشن التاني، وبعد كده هتلاقي التالت وهكذا جواه برضو مجموعة فيتشرز ومختزلة فيه بوضوح، والرابع والخامس والسادس، تمام. هتلاقي فوق الجراف من فوق هتلاقي حاجة اسمها الاكسبليند فاريانس، تمام. اكسبليند فاريانس اللي هو مدى او توزيع الداتا، حجم الداتا من الفيتشرز اللي تمثلت جوه الدايمنشن ده، تمام. فهتلاقي ان 44% من الداتا بتاعت الفيتشرز تمثلت جوه الدايمنشن الاولاني. يبقى الدايمنشن الاولاني ده شايل 44% من الداتا بتمثيلها القديم، خلاص يعني قرب من 50%. بعد كده الفيتشر التاني لوحده برضو شايل كام؟ شايل 26%، تمام. شايل 26% ممثل جواه حوالي 26% من الداتا سامبلز على التمثيل القديم، تمام. طيب يبقى انا لو عايز اعرف الداتا عندي ممثله قد ايه، لو انا خدت الاثنين فيتشر الاولين دول لو دايمنشن واحد دايمنشن اتنين بس، يبقى عندي مجموع الاكسبلينت فاريانس الاثنين دول، هو ده كم تمثيل الداتا اللي انا هاخده، كم تمثيل الفيتشرز القديمه اللي انا هاخده لو انا خدت الاثنين الاولين. يبقى مجموع الاثنين دول هيطلع حوالي 70%. يبقى انا خدت الاثنين دول باثنين فيتشر بس، يبقى معايا 70% من التمثيل القديم بتاع الداتا، تمام. طيب تعال نشوف السؤال بقى، الاسئله هنا هتسال ازاي. هيقول ايه؟ بيقول لك how much variance in the data explained in total. in total دي يعني ايه؟ يعني عايز الكوميوليتيف by first and second principal component. يعني عايز الفيرست، الفيرست هنا هيبقى ايه؟ هيبقى الرقم الاولاني ده اللي هو 0.44 ده 44. طيب السكند ده الكوميوليتيف، انا قلت لك هو عايز الكوميوليتيف. يبقى انا لو خدت الفيرست والسكند هيبقى عندي ايه؟ الفيرست اللي هو 0.44 والسكند هيبقى ال 0.44 بلس ال 0.268 ده، اللي هو يبقى حوالي 70% تقريبا. How much variance in the data is explained in data explained by the first four principles. الأربعة الأولانيين، لو أنا خدت الأربعة الأولانيين فتبقى إيه؟ من الأول أنا خدت الدايمنشن الأولاني بلس التاني بلس التالت بلس الرابع. طبعا هتشرح له الموضوع ده إيه؟ كل واحد فيهم بقى هيبقى كام، تمام. Using the visualization provided above اللي هو الجراف اللي احنا كنا بنشرح عليه ده. Explained by the first four principles. لو احنا اتكلمنا شرحنا عن اول اربعة، وعايزك تشرح عن اول اربعة component، عايزك تشرح تقول ايه؟ سوري لا سوري talk about each dimension. هو دخلت على السؤال اللي فوق. Using visualization provided above الجراف اللي احنا كنا بنتكلم عن talk about each dimension and the cumulative variance. Cumulative variance explained by each stressing upon which features are well represented. انه الفيتشرز ممثله جيدا جوه كل dimension من الدايمنشنز الجديده دي. يعني هتبص على كل هو نفس الكلام اللي شرحته لك ده، هتبص على الفيتشر الدايمنشن الاولاني هتلاقي ان في ثلاثه فيتشرز هم ممثلين جيدا جواه، اللي هما الاصفر والبنفسجي والازرق طبعا باسمائهم من الليجند هنا فوق. الدايمنشن الثاني هتقوم شارح له نفس الكلام، هتلاقي الاحمر والاخضر والرمادي. الدايمنشن الثالث هتلاقي الاحمر والاخضر، تمام. الرمادي هنا يعني بس مش قوي برضه، يعتبر صغير يعني اقل من 50%،
تمام. هنا الدايمنشن الرابع هتلاقي الرمادي والاخضر وهكذا. هتبدا تشرح له كل دايمنشن ايه الفيتشرز اللي ممثله جواه جيدا يعني، تمام، اللي هو represent by each dimension. تمام، both in terms of positive and negative variance. انت سيبك من موضوع اللي positive والnegative يعني، ما تبصش ليهم. discussion that the first four dimensions best represented in terms of customer spending. هو عايزك تشرح له الكلام ده على اول اربعة dimension. تمام، اشرح الكلام ده على اول اربعة dimension. تمام، طيب. hint a positive increase is a specific dimension corresponding with increase in the positive feature weighted. بيقول لك برضو موضوع الفيتشر البوزيتيف والنيجاتيف هنا، يعني الهنت ده كان تقريبا في مشكلة ما تركزش معاها. هو زي ما بقول لك موضوع البوزيتيف والنيجاتيف مش مهم. تمام، طبعا هتجاوب السؤال ده بالتفصيل. observation run the code below. هترن الكود اللي تحت دون. The code below see how the log transform and sample data has changed after having a PCA. هنا بقى يوضح لك اللوج داتا، تمام، السامبلز، التلاتة سامبلز اللي احنا اخترناهم. تمام، بيقول لك التلاتة سامبلز اللي احنا اخترناهم دول بقى شكلهم ايه بعد البي سي ايه. طبعا اتمثلوا في ستة دايمنشن اهم، انت بصيت كده هتلاقيهم ان هم متمثلين في ستة دايمنشن. الست دايمنشن دول الستة دايمنشن دول الجداد كأنهم ستة فيتشرز جداد يعني. تمام، طبعا تبص شكل الأرقام يعني وكده. بعد كده الدايمنشن ريدكشن، هو انت بقى احنا مثلناهم في ستة دايمنشن يعني، الستة فيتشرز بقى ستة دايمنشن. هل احنا كده عملنا ريدكشن للدايمنشنز؟ لا، احنا لسه ما عملناش حاجة. هو هنا بقى هنعمل ايه؟ دايمنشناليتي ريدكشن، هنقلل الدايمنشنز بتاعتنا. تمام، هو احنا بنعمل ايه الدايمنشن ريدكشن؟ بنعمل عشان اول حاجه زي ما قلت قبل كده، عشان خاطر الكي مينز او الكلاسترنج الجوريزم بيتاثر بالدايمنشنز الكتير، بيحصل له مشاكل معاهم، بيتلخبط. نمره اتنين، ممكن اكون بعملها عشان الفيجواليزيشن. احنا في لما بنيجي نعمل فيجواليزيشن للداتا، لو انا حبيت اعمل كلاسترنج مثلا، باخد مثلا فيتشر اكس 1 مع الاكس 2، بيطلع لي بوينتس، ببدا اشوف هل انا اقدر اعمل ارسم ديسيشن باوندري بين البوينتس دي ولا لا. هو ده الفيجواليزيشن، لما باجي اعمل فيجواليزيشن واشوف الديسيشن باوندري في الكلاسيفيكيشن مثلا. انا بقول لك يعني ان البي سي اي او الدايمنشن ريدكشن له عدة استخدامات، مش بيستخدم مع الانسوبرفايزد ليرنينج بس. تمام، طيب المطلوب منك هنا ايه؟ ان احنا نعمل دايمنشن ريدكشن ازاي بقى؟ بيقول لك assign result of fitting PCA is to، انت عملت PCA فوق اهو، هو عايز تطبق الموضوع دون to dimension with good data، على الجود داتا. تمام، applying PCA transform، هتعمل transform PCA dot transform للداتا دي. تمام، and assign the result of reduced data على ال reduced data. خلاص، apply a PCA transformation of log samples على log samples using PCA transformed and assign the results to PCA samples. تمام، وهنا هتاخد ال samples log samples عشان تطبق عليهم. تمام، وفي الاخر خالص هو هياخد من ال reduced data، هياخد ايه؟ هو كاتب الكود اهو، هياخد من ال reduced data دي، هياخد ال التو دايمنشن الاولانيين بس. يبقى اللي هيفضل لك في الريديوس داتا بعد الكود ده ما يخلص هيبقى الاول اتنين دايمنشن دي. احنا زي ما قلنا او زي ما انت هتجاوب، هتلاقي ان الاتنين دايمنشن الاولانيين دول فوقهم 70% من تمثيل الفيتشرز القديمه، وبالتالي لو خدتهم يبقى خلاص تقريبا مش محتاج الباقيين يعني. تمام، الاوبزرفيشن. تمام، run the code below. هنعمل run الكود اللي تحت دون، ويعمل display الداتا.
ده الكود الاولاني دون هيطلع على الجدول كده في التلاتة سامبلز بتوعنا وبالدايمنشنز الجديدة، تمام، واخد الاتنين دايمنشن دول، تمام. question set طبعا الباي بلوت ده لما تعمله run هيظهر لك الشكل ده. الشكل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن dimension 1 dimension 2 اهو اتنين feature، الطريقة القديمة اللي كنا بنرسم بيها بقى ان انا باخد feature x1 قصاد feature x2 وبرسم عليهم البوينتس الجديدة، يبقى دي الداتا اهي بعد ما اترسمت على ايه؟ على ال 2 dimension الجداد، تمام. وهنا عمل ايه؟ عمل ان هو عمل تمثيل للفيتشرز القديمه اللي هي الحمراء دي، تمام. طيب لو بصيت للفيكتورز دول هتلاقي ان في الثلاثه اللي هم الديترجنت بيبر والجروسري والميلك، هتلاقي الثلاثه دول شبه افقيين، هتلاقيهم شبه افقيين. ده معناه ايه؟ معناه ان هم ممثلين اكتر بقوه شديده على المحور الافقي ده اللي هو دايمنشن 1، يعني دول ممثلين جوه دايمنشن. لو جيت عملت لهم تحليل هيبقوا على الدايمنشن 1 فاتحين جدا. طيب والثلاثه التانيين دول هتلاقيهم شبه راسيين، فده بالتالي ان انا لو بصيت على لو انا عملت لهم تحليل على الاثنين دايمنشن دول هيمثلوا جيدا جدا على الدايمنشن. تعالى نشوف بقى هو بيسأل What are the advantages of using k-mean؟ هنا جاوسن ميكشر موديل، يعني انت هنعمل هو عايزك تعمل كلاسترنج دلوقتي. احنا خلاص عملنا طبعا، وانت مشيت مع الشرح النظري هتلاقي الاثنين دول مشروحين، كي مينز وفي اللي هو الجاوسيان ميكشر. بيقول لك اختار واحد من الاثنين دول عشان تطبقه في المرحله الجايه دي، تمام. بيقول لك في الكوتش وات ار ادفانتج اوف يوزنج كي مين الجوريزم، لو انت تطبق الكي مينز الجوريزم ايه المميزات بتاعته كده هتلاقيه. Advantages of of the two algorithms will you use and why، انا هتستعمل انا واحد فيهم ولماذا، بناء طبعا على الادفانتجز اللي انت قلتها وبناء على شكل الداتا اللي انت اتعاملت معاها لغايه دلوقتي، اختار انه واحد فيهم ولماذا. طبعا لما تشوف المميزات هتلاقي ان اللي هو الجاوتشن ميكشر بيتعامل افضل لو انت عندك هيدن بارامتر، طبعا هنا ما فيش هيدن بارامترز، الداتا هنا ما فيهاش هيدن بارامترز. بالاضافه كمان ان انت ممكن اصلا، يعني انا شخصيا جاوبت له كده قلت له ان انا مش شايف ان هيبقى في فرق بين الاثنين، وعشان كده انا مثلا هستعمل كي مينز لانه اسهل مثلا في الامبلمنتيشن، تمام. فده انت تعمل ما هنت هنا بيقول لك think about differences between hard clustering and soft clustering and which، طبعا المصطلحين دول المفروض ما تشرحوا في الكورس يعني، and which would be appropriate for our dataset، وانه فيهم يتناسب مع ال dataset كده. هنا الجزء ده بيقول لك ان انت هتعمل ايه، ان انت عايزك تطبق ال algorithm اللي انت اخترته هتعمل له fit اول حاجة، وبعد كده هتعمل prediction، تمام، تطلع السنترز بتاعت الداتا. ده موجود هو الاسكيلر على فكرة، انت يعني لو او انت دورت في الاسكيلر هتلاقي عندك كل الالجوريزم زي بالتالي طبعا النظر.
ازاي تطبقه، ازاي تجيب البريدكشنز، ازاي تجيب سنترز، وتمثيل السامبلز. هنا هتدخل السامبلز بتاعتك، طب جيب السكور بتاع الايه، بتاع التطبيق ده هتلاقيه هنا. لو انت برضو ما كده هتلاقي الجزء ده في السكرين ده للاسكيلر اهو، ده بيشرح لك ازاي تجيب السلويت سكور ده. تمام. طيب انا مثلا هطبق الاسكيلر، فهو بيقول لك ان انت بورت سكيورتي كلاسترز نمبر، لك انت هتجرب مثلا في الاس، لو انت اخترت مثلا الكي مينز، فانت ما تعرفش انت هتعمل كي مينز كام، هتعمل الكي بتساوي كام، بتساوي 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10. فانت ممكن تجرب، يعني ايه، جرب مره ب2، مره ب3، مره ب4. ممكن تعمل الموضوع ده يدوي، يعني تكتب 2 وتران سيل، وتكتب 3 وتران سيل، وتكتب سيل، او تعمل فور لوب مثلا تران على سيل كذا، وتقارن السكورز اللي هتطلع. تمام. تقارن ايه اللي هتطلع، احسن سكور هيبقى كام. تمام. This number of clusters has the best cellulite score. بيقول لك احسن ايه، احسن سكور فيه. تمام. هو طبعا عايزك تعمل ريبورت، يعني هتعمل كل مرة انت جربت طلع لك السكور قد ايه، بكلاستر بكام كلاستر، وبعد كذا ما تذكر كذا محاولة ليك هتقول له انه واحد فيهم هو ايه الاحسن. طبعا انت في الاخر المفروض ايه، يا اما تعمل سيل تانية على احسن سكور انت وصلت ليه، اللي هو بمعنى اصح يعني باكبر، يعني بافضل عدد من الكي هتستخدمه يديك احسن، او ان انت تعمل هنا او انت هنا، يعني تظبطها في الاخر وضع ان انت تظبط احسن كي باحسن سكور في السيل دي. خلاص. طيب كلاستر فيجواليزيشن، هنرسم بقى الايه الكلام ده، المفروض يطلع لك هنا الجراف اهو. طبعا انا طلع معايا 2. ماشي. لما ترن الكود اللي جوه الفيجواليزيشن، انت مش تكتب حاجه، انت هو انت هتعمله ران بس، هيطلع لك كده. انا مثلا عملت كيمي 2 كلاستر، فطلع لي 2 كلاستر او 0 و 1 احمر وبنفسجي. السنترز ثلاثة سامبلز الأول خالص. طبعا التمثيل ده على التو دايمنشن الجداد، احنا خلاص بقى نسينا ليه الفيتشرز القديمة، عندول كده متمثلين على التو دايمنشن. تمام. بيقول لك implement data recovery، نعمل ايه، هنعمل دي data recovery، احنا عايزين نسترجع عندنا بوينتس، عايزين نرجع نجيبها على الفيتشرز القديمة، عايزين اعرف، عايز اعرف الفيتشرز دول كانوا بيتمثلوا على الفيتشرز القديمة بإيه. تمام. طب انا هعملها ازاي دي؟ اول حاجه اللوج، هستعمل بي سي اي انفرس ترانسفورم، بي سي اي انفرس ترانسفورم دي هترجعه لك بدل ما بعد ما كان معمول، لا هترجعهم لك للفيتشرز القديمه. طيب الفيتشرز القديمه دي انا كنت عامل لها ايه، كنت عامل لها سكيلينج، فارجع اعمل ايه، ارجع اعمل ان بي دوت لوج، كنت عاملها ان بي دوت لوج، فهعمل ارجع اعمل ايه، ارجع اعمل ان بي دوت اكسبوننشال، لان انا قلت لك اللوج ده اللي هو اللين ماثيماتيكالي، اللي هو اللين اللي هو لوج، فانا هرجع اعمل ان بي اكسبوننشال دوت اكسبوننشال للداتا بوينتس دي، فهترجع هترجعها لي تاني للداتا الاصليه، البوينتس الاصليه، الارقام الاصليه بتاعت الداتا. تمام. هتطبق الخطوتين دول هنا اهو مكان النان دي، دي هترجع لك طبعا، هيطبق هو الكلام دون على السنترز، فيرجع لك الترو سنترز وتعمل لهم ديسبلاي. فهتلاقي مثلا اهو الترو سنترز طلعوا قيمتين دول. تمام. دي القيم بتاعت الترو سنترز الجديد، السنتر بتاع السيجمنت 0 والسنتر بتاع السيجمنت 1. الكويستشن بيقول ايه، question 8 بيقول لك consider the total purchase cost of each product category طبقا لكل المباريات.
data above and reference to statistical description طبقا للوصف الإحصائي يعني للداتا سيت in the beginning of project في أول البروجكت especially looking for mean خاصة بالنظر إلى mean values various features what set estimate establishment could each of these customer segment represent السنترز بتاعت الداتا دي بتمثل ايه ايه المؤسسات الاستابليشمنت المؤسسات او ايه صفة العميل ده هل هو مطعم هل هو كافيه هل هم هوتيلز ايه هم انت عندك مثلا اتنين سيجمنت اهو السيجمنت الاولاني مثلا بتمثل ايه والسيجمنت التانية بتمثل ايه بناء على ايه بناء طبعا على ان انت تبص للداتا القديمة اللي كانت عندك شكلها ايه المينز بتاع الداتا كان شكلهم ايه تمام وتبدأ تشرح له الكلام ده في الإجابة يقول لك hint customer who is assigned to cluster X should be best identified with the establishment represented by the feature set of segment X think about what each segment represents in terms of نفس الكلام يعني هو بيشرح لك اللي أنا قلته دلوقتي question 9 for each sample point which customer segment for question 8 best represent الثلاثة سامبلز اللي احنا شغالين عليهم كل شوية دول ثلاثة سامبل بوينت دول اللي احنا شغالين عليهم بيقول لك انت طبعا انت خلاص لما بما ان انت عرفت السنترز بما انت اخترت الاستابليشمنت السنترز عليها يبقى انت اخترت الريبريزنتيشن بتاع السيجمنت كلها يعني السنتر داتا بيمثل دلوقتي السيجمنت كلها فبالتالي انت مثلا لو اخترت ان السنتر بتاع السيجمنت 0 ده مطاعم وفنادق والسيجمنت 1 ده مثلا ده محلات تجزئة يبقى الكلاستر كله بهذه الصفة تمام فبيقول لك الثلاثة سامبلز بوينت دول عبارة عن ايه طبعا انت طبقا للجراف اللي احنا كنا رسمناه في الاول الجراف دون اهو هتلاقي الثلاثة سامبلز بوينت بتوعك طالعين فانا مثلا عندي اهو في سامبل طالع في السيجمنت 1 وفي اتنين سامبل طالعين في السيجمنت 0 فخلاص دي بتنتمي الى دول ودي بتنتمي الى دول طبقا بقى للتسمية بتاعتي اللي انا سميتها are the prediction for each sample point consists with this هل التوقع بتاعك اللي انت كنت متوقعه في الاول يعني او متوافق مع الـ مع الـ مع السيجمنتيشن اللي حصل ده ولا مختلف هنا بيقول لك run الكود block below to find which cluster each sample point is produced to be هنا بيقول لك هترن الكود ده اهو فين الكود سوري مش كود شان هترن الكود ده فهيطلع لك ان السامبل بوينت 0 ده بالنسبه لنا مثلا طالعين كده فالسامبل بوينت 0 طالعه بتنتمي الى الكلاستر 1 السامبل بوينت 1 تنتمي الى الكلاستر 2 وهكذا خلاص لما تعمل رن هيطلع لك كده وطبعا بناء على الكلام ده تبدا ايه تجاوب طبعا اللي طلع لك ده هو ده البريدكشن هل ده متوافق او انت شايف ان الكلام ده صح الكلام ده مظبوط متوافق مع اللي انت قلته قبل كده ولا مش متوافق وهكذا بعد كده الكونكلوجن هنا بيقول لك ان هو عايز يقول لك ازاي هتستعمل السيجمنتيشن ده هتستعمله في ايه بقى هتستعمله ازاي هستفيد من اللي انت عملته ده بايه بيقول لك ان انت عايزين نعمل الراجل التاجر ده اللي بيبيع الكلام ده هيعمل حاجه اسمها اي بي تيست طبعا انت لو دخلت على الاي بي تيست على اللينك ده هتلاقي على ويكيبيديا شرح ليه هو الاي بي تيست ببساطه ان انت بيعمل حاجه زي احصاء لنوعين من لحالتين حاله ان انا كنت بقدم سيرفيس او برودكت بصفه معينه تمام وعندي احصائيات لرد فعل العملاء على البرودكت بالصفه دي وهنسميها ايه وبعد كده انا غيرت شكل المنتج ده او شكل السيرفيس دي وبقدمها وبدات اقدمها لنفس العملاء او لجزء من العملاء وبدات اشوف رد الفعل العملاء ايه بي اللي هو بقى هيبقى الحاله دي بي تمام وهبدا اشوف الاي بي تيست ده هيحدد لي
ايه اللي يعني رد الفعل، وبناء عليه ابدا اخد قرارات. هو ده الاي بي تيست، تمام؟ طيب فهو هنا بيقول لك ان الراجل ده عامل ايه، بيقول لك ان عنده غير خدمه التوصيل الدليفري سيرفيس الى ان هي كانت عنده 5 دايز بير ويك، يعني بيوصلها، يعني شغال توصيل 5 ايام في الاسبوع، متفق مع شركه التوصيل اللي بتوصله ان هي بتوصل 5 ايام في الاسبوع اللي هي تقريبا كل ايام العمل. فبالتالي ان اي كاستمر هيطلب طلبيه هتتوصل له تقريبا في نفس اليوم، او ان هو يستعمل دليفري سيرفيس اللي هي 3 دايز بير ويك اللي هو تقريبا يوم ويوم. فبالتالي اي كاستمر هيطلب طلبيه هتجيله يعني خلال يومين، بدل ما كانت بتوصل له في نفس اليوم او في خلال 24 ساعه، لا هتوصل له خلال يومين، تمام كده؟ طيب طبعا الموضوع ده هيبقى اوفر للديستريبيوتر، يعني الراجل ده اللي بيوزع ده اكيد بدل ما يشغل ما يطلب الدليفري 5 ايام في الاسبوع، لا الاسهل له ان هو يطلبه 3 ويوفر عليه تكلفة التوصيل يعني. فهو عايز يشوف رد الفعل الكلام ده على الكاستمرز بوزيتيفلي ولا لا، تمام؟ السؤال بيقول لك how can the whole space distributor use the customer segments to determine which customers if any would react positively. عايز يقول لك، عايز يعرف كان مين فيهم هيتفاعل ايجابيا positively to change in delivery service مع هذا التغير اللي حصل في delivery service، تمام؟ can we assume that change affects all customers equally؟ هل نقدر نطبق الموضوع ده على كل الكاستمرز زي بعض ولا لا؟ how can we determine which group of customers it affects the most؟ مين فيهم هيتأثر أكتر؟ طبعا الكلام ده لازم يكون بناء على السيجمنتيشن اللي انت عملته، انما احنا زي ما بنقول احنا ده عبارة عن تطبيق على السيجمنتيشن، فلازم تشرح له بناء على السيجمنتيشن اللي حصل هتستفيد بيه ازاي في المسألة دي، تمام؟ هتعمل ايه، تمام؟ عايزك تبدأ تتخيل انت خطوات من دماغك وتشوف ايه اللي ممكن تعمله في الموضوع ده عشان يعني تجاوب على السؤال ده ازاي هنستفيد في هذه الخدمة، تمام؟ الكويستشن 11 additional structure is derived from originally unlabeled data. انت طلعت يعني تركيبة جديدة للداتا اللي كانت unlabeled، خلاص اللي انت عملت لها clustering technique. since each customer has a customer segment، دلوقتي كل customer ليه ايه كاستمر سيجمنت، انت عملت له ليبل دلوقتي بقى يا سيجمنت 0 او سيجمنت 1 او كلاستر 0 كلاستر 1 وهكذا. يبقى انت عملت ليبل لهذه الداتا، ما كانش موجود الليبل ده. it best identifies with depending on the clustering algorithm applied، تمام؟ we can consider customer segment as engineered feature. احنا هنعتبر اللي طلع معانا السيجمنتيشن اللي احنا عملناه ده engineered feature، احنا هندسنا feature جديد، اخترعنا feature جديد، تمام؟ for the data assume the whole space the whole sale distributor recently acquired 10 new customers. هو جاله 10، يعني تفترض ان الراجل ده جاله 10 customers جداد، تمام؟ and each provided estimates for anticipated annual spending، واحنا عندنا توقع كل واحد فيهم قايل يعني توقع يعني المتوقع القيم المتوقعة للإنفاق of each product category، يعني هو قايل لك قيمة لكل فيتشر من الفيتشرز اللي عندنا هينفق قد إيه، ده اللي هو متوقعه إنه هينفق قد إيه بالنسبة لكل كاتيجوري من اللي كانوا موجودين. knowing these estimates، لو احنا عندنا هذه التوقعات the wholesale distributor wants to classify، عايز يعمل classification each new customer to customer segment، عايز يقسمهم للcustomer segments اللي احنا عملناهم دول to determine the most appropriate delivery service، عشان يشوف انسب طريق delivery service. لو احنا طبعا بناء على السؤال اللي فات، فانت هتقول له مثلا ان السيجمنت الزيرو دول مثلا ممكن نستعمل معاهم الفايف دايز الدليفري والسيجمنت 3 مع التانيين وهكذا، او العكس، او مثلا فئه من دول وهكذا يعني.
ده الاستفادة من السيجمنتيشن بتاعك. فبناء عليه هو عايز يعرف ال 10 كاستمرز الجداد دول هحطهم في انه سيجمنت. تمام، هنعمل الكلام ده ازاي؟ هو ده السؤال. هاو كان ذا هول سيلز هقدر استفيد ازاي من ان انا اعمل الكلام ده؟ هند سوبرفايز ليرنينج كود بي يوزد، هو بيقول لك الاجابه اصلا اهو، سوبرفايز ليرنينج كود بي يوزد تو ترين ذا اوريجينال كاستمرز وات وود بي ذا تارجت فاريبل. انا ممكن اعمل تريننج بسوبرفايز ليرنينج على الداتا اللي كانت عندي بناء ان هي بقت ليبلد دلوقتي، انا بقى عندي ليها ليبل اللي هو السيجمنتس اللي انا اخترعتها، بقى عندي ليها ليبل، فبالتالي اقدر اعمل كلاسيفيكيشن الجوريزم، استعمل كلاسيفيكيشن الجوريزم واعمل له ترين على الداتا اللي عندي وادخل له بيانات ال10 الجداد دول وهو يقول لي احطهم في انه سيجمنت. خلاص، طبعا الموضوع سهل وهو مجاوبه يعني. اخر حاجه الفيجواليزيشن، بيقول لك at the beginning of the project it was discussed that the channel and region، دول خلي بالك الاثنين فيتشر اللي احنا قلناهم، بيقول لك ان احنا كنا شلناهم عشان خاطر نعمل البروجكت ده، هو كان شنهم لك عشان خاطر يعقد لك المساله ويحولها لك الى كلاسترنج بروبلم يعني. فبيقول لك لو احنا استعملنا التشانل، رجعنا الفيتشر اللي اسمه تشانل ده ورجعنا استعملناه دلوقتي، لو تفتكر احنا كنا قلنا ان الفيتشر اللي اسمه تشانل ده له قيمتين، قيمه 1 يا اما 1، وده معناه ان هو هوتل او ريستورانت او كافيه، او ان هو ريتيل بتاع ده، فهياخد قيمة 2. تمام، فهو يعمل ايه المرة دي؟ هيعمل ان هو هياخد الفيتشر ده وهيستعمله في ان هو يرسم الداتا بناء على بعد البي سي اي يعني، وهتلاقي ليهم اتنين ليبل، اتنين في الليجند، يا اما اتش او ار اي سي اي ده اللي هو هوتل ريستورانت كافيه، او ان هم ريتيل. تمام، وهيرسم هيعمل فيجواليزيشن للداتا دي. خلاص اهي بوب، دول الداتا اهي. خلاص، السنترد بوينت بتاعتنا يا جماعه اهي اللي هي الزيرو والون مرسمين اهم، السنتر بتاع السيجمنتيشن اللي احنا كنا عاملينه، والثلاث دوائر دول اللي هم الثلاثة سامبلز بتوعنا. تمام، هو بيقول لك والاحمر ده اللي هم الهوتلز، طبعا ده بناء بقى على الداتا زي ما هي جايه يعني، ده مش السيجمنتيشن بتاعنا، ده الفيتشر اللي جاي مع الداتا، ده الرسم ده طبقا للفيتشر اللي جاي مع الداتا. والاخضر ده اللي هو الريتيل اللي هم المحلات التجزئه يعني. السؤال هنا بيقول لك how well does the clustering algorithm and the number of clusters you have chosen compare to this underlying distribution of hotel restaurant cafe customers to retailer customers. يعني ماذا توافق الكلاسترنج الجوريزم مع النتائج الواقعية او مع القيم الحقيقية، هل متوافق ولا مش متوافق؟ طبعا انا بالنسبه لي بتكلم في اول حاجه عن عدد الكلاسترز، نمبر اوف كلاسترز، والتوزيع هل فعلا كده. اهو انا بالنسبه لي اهو دي توزيع، ده التوزيع، انا عندي 2 كلاستر فعلا اللي طلعوا لي، ودي طبقا للكلاسيفيكيشن اهو، وكان بالنسبه للكلاسترنج برضو تقريبا نفس الشكل يعني. There are customer are there customer segment that would be classified as a purely ريتيلرز، يعني هل في منهم ناس هل اقدر اقسم بينهم يعني، او هل في بوينتس اقدر اقسمهم ان هم بيور من الاحمر او بيور من الاخضر؟ طبعا في، مع طبعا فرق، مع يعني واضح ان في بعضهم اللي هم هتلاقيهم داخلين في بعض كده، بعض الاحمر داخل في وسط الاخضر وبعض الاخضر داخل في وسط الاحمر، فيعني في شويه منهم مش بيور يعني. Would you consider this classifications as consistent with your previous definition of the customer segment؟ هل شايف ان دون متوافق مع مع السيجمنتيشن اللي انت عملته قبل كده ولا لا؟ وطبعا ده غالبا هيطلع صح يعني، ده مثلا اهو ده الكلاسيفيكيشن اللي حصل طبقا للداتا، وده الرسم بتاعي
هتلاقيه اهو، هتلاقي هما تقريبا نفس الرسمة، طبعا مع فرق ان هنا مفيش الايه التداخل بينهم زي الحقيقة. تمام، اتمنى يكون كده خلاص البروجكت خلص، اتمنى يكون كل حاجة مفهومة. لو في اي ملاحظات او استفسارات انا منتظر اسئلتكم ان شاء الله، ارجو ان انتوا تحطوها لي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.